تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ركض لقتال جيش كامل مكون من 20,000 مقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يركض جهتهم لوحده، وما كان معه إلا بعض الصحابة اللي كانوا يمسكون النبي صلى الله عليه وسلم ويهدونه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد وقتها ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم جيش كامل في هذه المعركة. بس ليش كان النبي صلى الله عليه وسلم لوحده في معركة اليوم؟ حصل لجيش المسلمين موقف ما حصل لهم مثله من قبل، موقف لا يحسدون عليه، لدرجة أن خالد بن الوليد يطيح على الأرض وكله دم. خالد بن الوليد القائد اللي ما عمره انهزم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بسيف الله المسلول، كان طايح على الأرض ومليان جراح. وفي معركة اليوم النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من على راحلته في المعركة ويدعي الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم إن تشاء لا تعبد بعد اليوم، من قوة الموقف اللي صار لهم في هذه المعركة. والمشركين يسمعون أصوات بين السماء والأرض في المعركة ويشوفون أشياء غريبة. أقول لكم مواقف عجيبة حصلت في معركة اليوم. لكن الموقف الصادم أن في رجل من المسلمين حاول يغتال النبي صلى الله عليه وسلم في نص المعركة، مع أنه كان في صف المسلمين وفي صف النبي صلى الله عليه وسلم. أحداث قصة اليوم عجيبة جدا، لأن قصة اليوم عن معركة حنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير واموركم إن شاء الله. قبل ما نبدأ قصة اليوم لازم نرجع وراء إلى ما قبل ظهور الإسلام. كان في رجل من مشركي مكة اسمها عثمان، وكان عثمان هذا عنده ولد سماه شيبة، وكان هذا الولد متعلق في أبوه تعلق شديد جدا، ويشوف أبوه المثل الأحلى. فكان الأب يحب ولده والولد يحب أبوه حب شديد، وكانوا مع بعض وين ما يروح. فبعد ما ظهر الإسلام كلهم الاثنين عادوا الإسلام وحاربوه، الأب والابن عثمان وشيبة، كلهم كرهوا الإسلام كره شديد وحاربوه مع باقي كفار قريش. فبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وفي غزوة أحد بالتحديد، كان في صفوف المشركين الأب اللي هو عثمان، كان مشارك مع المشركين لقتال محمد، وكان عثمان معه الراية، معه راية المشركين في المعركة. بس في نص المعركة وفي نص القتال التفت عثمان إلا بحمزة في وجهه، وعثمان معه الراية، راية المشركين، فقاتل حمزة، وفي أقل من ثواني ضرب حمزة يد عثمان فقطعها من الكتف، فسقط عثمان على الأرض، وهنا شل حمزة سيفه وخلص على عثمان، قتله. فمات الأب وماتت الحياة في عين ولده شيبة. كان شيبة هذا يحب أبوه حب شديد جدا، وما كان يتخيل أنه يفارق أبوه لحظة واحدة. في يوم قتل أبوه في المعركة كرس الولد حياته كاملة للانتقام لأبوه من محمد، من محمد بالذات، وحلف أنه لا يأخذ الثأر لأبوه. وصل في كره الإسلام لدرجة أنه قال: حتى وإن لم يبقى سواي من العرب، حتى أتبع محمد ما اتبعته، لو العرب كلهم يتبعون محمد ما اتبعته أنا. دامنا عرفنا قصة هذا الرجل اللي اسمه شيبة بن عثمان، خذ لك شيء تأكله ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا، اكتب أنس أكشن، وبإذن الله العلي العظيم راح أطرع لك. من دون ما نطول بسم الله نبدأ. في شهر رمضان سنة 8 هجري فتح الله سبحانه وتعالى للمسلمين مكة، فتحها لهم من دون قتال، ودخلوا المهاجرين والأنصار ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم مكة من دون قتال، وكان عددهم في ذاك الوقت 10,000 مقاتل. في وقتها دخل بالإسلام الكثير من أهل مكة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا رجال وحتى نساء، الكل بايع النبي صلى الله عليه وسلم. بس كان في 10 أشخاص هدر النبي صلى الله عليه وسلم دماغ، وأمر الصحابة بأنهم يقتلونهم وين ما يلاقونهم حتى لو متعلقين بالكعبة. من هذول العشرة أشخاص هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان اللي كان سيد قريش. فبعض العشرة هذولا هربوا وخرجوا من مكة، وبعضهم خرج حتى من جزيرة العرب كاملة، وبعضهم حتى قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، ما عدا هند بنت عتبة اللي تنكرت وجلست مع النساء في مكة وكانت متخبية، حتى اضطرت أنها تخرج مع النساء عشان تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبايع النساء بالمصافحة زي الرجال، كان يبايعهم باللسان، يبايعهم بصوت، يقف وهم يبايعون، يبايعون بالكلام. فراح هند بنت عتبة مع النساء لين وصلوا عند النبي، خلاص بيبايعونه، وطبعا هي متخفية الحين ما حد يعرفها. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم على ألا يشركون بالله وألا يسرقن ولا يزني. لكن اللي فضح هند بنت عتبة إن كان عندها تعليق على أمر معين، فيوم قال النبي صلى الله عليه وسلم وألا تسرق، فقامت هند وقالت: يا رسول الله أنا كنت أخذ من مال أبو سفيان. فضحت نفسها، قالت: يا رسول الله أنا كنت أخذ منها القليل يعني، وما استوعبت إنها فضحت نفسها في هذه الكلمة. لين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لهند بنت
عتبة. هنا استوعبت هند انها جابت العيد، فقالت نعم يا رسول الله، اعفو عما سلف. اعفو عما سلف، عفى الله عنك. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا علق، وكمل البيعة مع النساء كله، فتركها النبي ولا سوى لها شيء، وهي الوحيدة اللي من بين العشرة هذولاك اللي تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رجل حق حروب، هو نبي بس انه كان حربي، والله سبحانه وتعالى حط فيه هيبة، فكان الجميع يهاب. حتى ان في رجل اعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، واعرابي يعني حق صحراء، رجال أقوياء لدرجة أنهم يعيشون في الصحراء ويقدرون يعيشون ويتعايشون مع طبيعتها الصحراء. وعلى شدة هذه كلها، أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم أمامه أخذته رجفة، بدأ يرتعد من هيبة النبي. في يوم شافها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة قال له: هون عليك، فإني لست بملك، أنا ماني ملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إنه بايع مجموعة كبيرة من أهل مكة، ومن الناس اللي بايعوا برضه ودخل في الإسلام ولد عثمان اللي قتل في أحد على يد حمزة، شيبة بن عثمان اللي كان حاقد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبغى الثأر لأبوه، دخل في الإسلام وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. بس كانت نظراته وعيونه تخبي الكثير بداخل. بعد ما صار أغلب من في مكة مسلمين وجميع أهل مكة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قام فيهم النبي يخاطبه، قال لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يدع في بيتي صنم إلا كسر. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكسرون الأصنام اللي في بيوتهم، فكان في أصنام صغيرة في بيوتهم يتبركون بها ويعبدونها، فقاموا كل أهل مكة يكسرون الأصنام اللي بداخل بصار ما حول الكعبة طاهر تماما من جميع الأصنام. ولكن كل هذه الأصنام هي الأصنام الصغيرة، فما كانت هي الأهم عند مشركين قريش والعرب كاملة، لأن العرب حتى كانت تعظم الأصنام، بس الأصنام الصغيرة هذه ما كانت مهمة، ما هي بذلك الأهمية. كان في أصنام كبيرة جدا خارج مكة، وكانت هذه الأصنام الكبيرة هي اللي يشدوا لها الرحال ويذبحون عندها، وقبل الحروب يروحون لها ويتوسلون لها. ومن هذه الأصنام اللات والعزة ومنات ونسر وسواع وغيرها من الأصنام اللي تعرفها العرب في ذاك الوقت، أصنام ضخمة جدا. وما كانت هذه الأصنام حول الكعبة زي ما يظن البعض، زي ما قلنا هي أكثر الأصنام تعظيم عند مشركين العرب كاملة مو بس قريش. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يكسرون هذه الأصنام الكبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن بتكسيرهم لهذه الأصنام ما بيكون الوضع تمام عند باقي العرب، لأنهم يعظمونها حتى هم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يكسرون هذه الأصنام، ومن هذول الصحابة خالد بن الوليد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لصنم العزة، وقد ذكرنا قصته يوم خرجت له الجنية السوداء اللي تاير شعره، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. بس اللي أغلبنا ما يعرفه إنه مو بس خالد بن الوليد اللي حصل له هذا الموقف، فباقي الصحابة اللي كسروا الأصنام الضخمة هذه حصل لهم نفس الشيء، ومنهم سعد بن زيد رضي الله عنه اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لصنم منات. يقول سعد رضي الله عنه: أول ما وصلت لقيت حارس الصنم، السادن حق الصنم اللي يحرسه وينظفه ويرتبه يعني اللي تقدر تقول ليش اللي يحرسه ويحميه، يعني سبحان الله آلهة يحميها بشر. يعني هذه الوحدة، يعني هذه الوحدة غباء، غباء انك تعبد شيء يحرسه بشر، فكر شويتين. يقول سعد: فوقفني هذا وسألني ايش فيك، ايش تقول له؟ سعد: ابغى اهدم منات، بكسر صنم. فقال له هذا الحارس: ما تقدر، ما اظنك تقدر على منات. يقول: وانا في النقاش معاه الا بامرأة سوداء عريانة ثايرة شعرها، نفس اللي خرجت لخالد بن الوليد، خرجت تصرخ وتنادي بالويل وتضرب صدره. فيقول الحارس لهذه الامرأة العريانة: يا منات، دونك بعض غضباتك. ناداها يا منات، يعني يدل على انها هي منات. في يوم سمع سعد يناديها يا منات قام وضربها بالسيف فقتلها. فكان حتى باقي الصحابة صار لهم نفس الشيء والله اعلم، لان هذه الاصنام قد تلبستها الشياطين ودلست على باقي مشركين العرب، نفس اللي حصل لقوم نوح من قبل. حتى انهم يوم رجعوا واخبروا النبي صلى الله عليه وسلم باللي شافوه، اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه هي شياطينكم اللي كنتوا تعبدونها في الجاهليه، فهدمت كل الاصنام الكبيره اللي كانت مو بس مهمه عند قريش، كانت حتى مهمه عند باقي مشركين العرب. وكان هذا اللي حصل في شهر رمضان، هدمهم للاصنام هذا كان باقي في شهر رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان بعد هدمهم لهذه الاصنام بتكون معركه قريب، بس الله اعلم متى بتبدا هذه المعركه، لانه يعرف اهميه هذه الاصنام عنده، إن بعض شياطين الإنس بتقوم وما بتسكت. وفعلا كانوا سادة هوازن وثقيف في اجتماعات طارئة في ذاك الوقت، قد استثارهم اللي حصل لأصنام، وكيف أنها أصبحت مكة في ملك محمد وفي قيادة وسيادة محمد، فكانوا يتناقشون بسرية للهجوم على محمد واسترجاع مكة له. كانت هذه فكرتهم في ذاك الوقت، كان قصدهم هوازن وثقيف أنهم يحكمون مكة من بعد قريش مو محمد، وأنهم يرجعون الأصنام ويمجدون دين أبائهم من جديد. كانت هذه الفكرة وهذا الحلم اللي فبعد ما تشاوروا في شهر شوال سنة 8 قرروا قرار مصير، قرروا القتال، فعرفوا أن محمد غزا مكة بعشر آلاف مقاتل، وقالوا اسمه دام محمد خرج بعشر آلاف حنا ندبل العدد، لأن نعرف أن العشر آلاف حقينا هذولا بيخرجون ويقاتلون، ما معنا
محاربين لهم، وما أعتقد أن قريش بتساعده في الأمر. يعني دبل العدد ونطلع من أشد المقاتلين، وفعلا جمعوا 20,000 مقاتل، دبل عدد المسلمين وكانوا من أشد المقاتلين، وكان القائد عليهم سيد من سادة هوازن مالك بن عوف. يعني الأمر مرة جدي بالنسبة لهم في هذا الوقت، يعني كانت نيتهم مكة. وقف فيهم سيدهم وقائدهم مالك وقال لهم اسمعوا، إن كان لي كلمة عليكم فلا حد يطلع من بيته إلا وأهله وماله معه. طالعوا الجيش وقالوا ليش؟ إيش دخل أهالينا وأموالنا معنا في المعركة؟ قال عشان تحطون في بالكم إن ما في رجعة أبدا إلا منتصر. سالفة إن نرجع وننسحب وبعدين نرجع، لا خلاص أهالينا ورانا، يا كلنا ننتصر وننجو أو ما حد منا يرجع بيته أبدا. فيصير كلنا نقاتل عن أهالينا وأموالنا، مو بس إن ناخذ مكة ونرجعها، على أموالنا وأهالينا. وفعلا الجيش فكروا بأنها فكرة كويسة وسمعوا كلامه، وكل واحد منهم راح أخذ أهله وماله معه. وكان مع الجيش شايب أعمى كبير بالسن، وكان يعتبر مثل المستشار العسكري له. كان هذا الشايب له تاريخ في الحروب وقيادة الجيوش زمان، فأخذوه معهم عشان يشاورون ويأخذون مشورته. بس ما استشاروا هذا الشايب في خروج الأهالي والأموال مع الجيش، ما استشاروه أبدا ولا يعرف. فمشت الجيوش متوجهة لمكة، ناوين ما يرجعون إلا ومكة تحت حكمه. في يوم وصلوا وادي اسمه وادي أوطاس، وهو وادي بين مكة والطائف. دخل بينهم رجل غريب ما حد يعرف، بس ما حد لاحظ أبدا، ما لاحظت الجيوش إن في رجل غريب بينهم، لأن الجيوش كثيرة أصرنون الناس كثير، 20,000 مقاتل ومن قبيلتين بعد مختلفة، وكل قبيلة تقول هذا الرجل من القبيلة الثانية. يعني هوازن إذا ما عرفته قالت هذا الرجل من ثقيف، وثقيف إذا ما عرفته قالت هذا الرجل من هوازن. كل واحد جالس يرمي هذا الرجل على الثاني وما حد عرفه ولا حد لاحظ. فجلس هذا الرجل الغريب بينهم، بس وهم ماشيين سمع هذا الشايب لعب الأطفال وضحك النساء، وفي أمر غريب بين الجيش. قال هذا الشايب من أمر بها؟ ليش الأطفال والنساء معنا؟ قالوا القوم مالك قائدنا. قال لهم نادوه خلوني أكلمه. في يوم جاء مالك قال له ليش سويت زيك؟ إيش الدافع حقك وإيش المنطق اللي خلاك تاخذ الاهالي والاموال معك؟ قال ابغى الجيوش تتشجع وتقاتل عن اموالها وعرها. فقال ليش كل هوازن وثقيف خرجت؟ قال لا مو كله، باقي كثير في ديار، بطون كامله ما طلعت كامل. فقال له انت زي اللي يروح ويقدم اهله في طبق من ذهب، افرض ان انهزمنا بياخذون اهالينا واموالنا واعراضنا ويرجعون، بس لو بقيوا بديارهم في الباقين من هوازن وثقيف بيعتنون باهالينا واموالنا. فصار مع الشايب حق، وبدوا الناس يناظرون في مالك، فغضب مالك وعصب وصيح فيهم، ومن بعدها خرج سيفه وحط سيفه على صدره وقال والله إنكم لا تطيعوا، قل اتكأت على سيفي هذا حتى يخرج من ظهري، بنتحر لو ما سمعتوا لي بأخذ حياتي. فخاف القوم وقالوا أطعناك يا مالك، هد الموضوع، حنا معاك بس هد يرحم والدك. وقتها كان هذا الشخص الغريب على خيله متوجه لمكة، لأن هذا الشخص هو صحابي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يجيب له خبر هذا الجيش. وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخبر النبي بكل شيء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجهز الجيش نفسه اللي دخل بهم مكة 10,000 مقاتل، وزاد عليهم 2,000 من اللي دوبهم أسلموا من قريش، ما لهم إلا أقل من شهر في الإسلام. ومن اللي خرجوا من 2,000 هذول شيبة بن عثمان اللي حلف إنه يأخذ الثأر من محمد حتى لو يكلف هذا حياته، مع المسلمين وبيقاتل مع المسلمين، كان مسلح ومستعد وعيونه تحكي قصة ثانية. وخرجوا حتى مع جيش المسلمين بعض المشركين، صار هذا الجيش الآن كبير جدا، وكان أكبر جيش خرج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل مع النبي 12,000. فناظروا كيف أن الجيش ضخم، وانتشر بين المسلمين شعور أنهم ما رح يهزمون مع هذا العدد الكبير، وشعور بأن مستحيل هذا الجيش يغلب. كان في قلوب أغلب القوم أن ما رح نغلب اليوم، لا غالبا لنا. فيقول الله سبحانه وتعالى عنهم ويوم حنين إذ أعجبت كثرته، فكان فيه البعض من الجيش منعجب بكثرة الجيش. يوم عرف النبي صلى الله عليه وسلم عن شعورهم هذا علمهم إن نفس هذا الموقف حصل مع نبي من الأنبياء، هذا النبي أعجبته كثرة قومه وعدد أتباعه، فقال إن ما حد بيقدر عليهم بكثرتهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى الوحي على هذا النبي يخير بين ثلاث، إنه يسلط عليهم عدو يسيطر عليهم أو يسلط عليهم الجوع أو الموت، اختاروا القوم الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمات في 73,000. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على الذات والكثرة والقوة، وإن القوة كلها في القلب، وإنهم يعتمدون على الله سبحانه وتعالى ويتوكلون عليه. أما هذه المشاعر اللي تحسون فيها فهي من الشيطان، والاعتماد على الذات من أسباب الهزيمة. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل المعلم للطلاب. كمل جيش المسلمين طريقه، فمروا على شجرة خضراء، شجرة ضخمة وخضراء في نفس الوقت، شكلها بارز، وكانت هذه الشجرة تسمى بذات أنواط، كذا كان اسمها، والأنواط هي التعاليق، وكانوا العرب يتبركون فيها ويعلقون عليها سيوف ويعتقدون بأنها تعطيهم القوة على القتال
والبركة. فقالوا الألفين اللي دوبهم أسلموا هذولا ومو فاهمين في الإسلام كثير، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما إن لهم ذات أنواط، نبغى مثل هذه الشجرة نتبرك بها ونعلق عليها سيوفنا يا رسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا يوريك قد إيش كانوا جدد في الإسلام ومو فاهمين العقيدة البسيطة، دوبهم عليهم شهر. وفي الجهة المقابلة بيتوا جيوش هوازن وثقيف في وادي من الأودية يسمى حنين، وكان منظرهم مرعب جدا، 20,000 تقريبا دبل عدد المسلمين. في يوم أشعلوا النيران الوادي كل نور كأنهم في الصباح من كثر النيران، بس كان فوق الجبال فارس يناظر في هذا المنظر، ولف هذا الفارس بخيله ورجع منطلق لرسول الله، كان صحابي قد سبق جيوش المسلمين عشان يشوف وين وصلوا المشركين. في يوم وصل لرسول الله لقيهم قد وقفوا وبيتوا في منطقة من المناطق. في يوم وصل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، لقيتهم خرجوا هم وأمواله وهم مبيتين الحين في حنين، في وادي حنين. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. بيتوا تلك الليلة حتى إذا كان نصف الليل وقرب الصباح شوية كملوا مشيهم منطلقين لوادي حنين. وقتها جيوش المشركين في حنين وكان قائدهم مالك يخطف فيهم، كان يقول لهم كل واحد يخرج سيفه ويكسر غمده، ما حد بيرجع منا أبد، هيا ننتصر يا نموت، وارموا عدوكم بالنبل ثم احملوا عليهم حملة رجل واحد. في يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قريب من وادي حنين، وكان وقتها بداية الفجر، باقي الدنيا ظلمة شوي، وكان في زي الضباب كذا في الجو، زي الرطوبة الزايدة. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم صفوف الجيش ووزع الرايات، وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر إذا صبروا وتوكلوا على الله مو على العدد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه ودرعه وركب على راحلته وقدم على الجيش خالد بن الوليد، ومشت الجيوش حتى طلعت على وادي حنين، بس الوادي كان هادي جدا وفاضي، ما حد لاحظ لأن الدنيا باقي ظلام، وكان في زي الرطوبة ما حد يشوف، وكان قدام الجيش منحدر قوي جدا، كانوا مركزين في المنحدر وما لاحظوا أن الوادي أصلا فاضي ما في أحد. فبدت جيوش المسلمين تنزل شيء فشيء من هذا المنحدر الحد، والوادي فاضي بس ما حد لاحظ. نزلوا من هذا المنحدر حتى وصلوا لمنطقة فيها أشجار كثير، بس وهم في هذه المنطقة إلا بالأشجار تتحرك ولا بالجو غريب، فجأة إلا بالنبال تخرج من الأشجار وجيوش كاملة تخرج من هذه الأشجار، خرجوا من كل مكان ضربوا مقدمة جيش المسلمين وهم في نص المنحدر، 20,000 رجل خرجوا ويضربون بسيوفهم وبأسهم، باغت المسلمين وضربوا مقدمة المسلمين ضربة رجل واحد، والمسلمين مو مستعدين أبدا، لدرجة أن خالد بن الوليد سقط على الأرض وهو مليان جراح ووجهه مليان دم، تلخبط المسلمين وبدأ بعض اللي دوبهم أسلموا ينسحب، خافوا باقي الإسلام ما دخل في قلوبه، هذا خلى بعض الصحابة يظن أن الجيش كامل جالس ينسحب ويتراجع، فتراجعوا معهم وتشتت الجيش وهربوا المشركين اللي خرجوا مع المسلمين وتخبوا وراء تل، فانسحبوا جيوش المسلمين وتشتتت، وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر وأبو بكر وعلي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأنصار والمهاجرين فقط ضد 20,000 مقاتل من هوازن وثقيف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم، ينادي اللي انسحبوا: أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. لكن ما التفت له أحد، مع صراخ الجيش الثاني وشدة القتال ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهربوا. يقولون الصحابة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يركض على راحلته جهة المشركين وينادي ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، زي اللي يقول: تعالوا قاتلوني أنا محمد، أنتوا تبغون راسي، أنا جاي جهتكم. شوف الشجاعة يا أخي، اللهم صل وسلم عليه. يقولون الصحابة: فبدينا نمسك راحلة النبي صلى الله عليه وسلم ونهديه، خايفين عليه، فبدوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم بإجسادهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الكفار قتال شديد، حتى إن أشجع الصحابة تعجبوا من قوته وقالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجعنا على قتال المشركين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل العشرة مع بعض، يقاتلهم وينادي بصوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهذا فيها تحدي للمشركين: تعالوا قاتلوني، أنا النبي، أنتوا تبغون راسي تعالوا، الله أكبر. والمشركين هذولاك اللي خرجوا مع جيش المسلمين تخبوا وراء تلة ويناظرون في النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول واحد منهم: الآن بطل سحرك يا محمد. فقاموا وجلدوه بالكلام وقالوا له: والله إن يحكمنا محمد خير لنا من هوازن، فأبشح ما واصل. شوف، مع أنهم كفار لكن عرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم خير لهم من هوازن، أقل شيء من قريش منهم، وما كنا قريش خسرت في يوم حمي القتال واشتد، والصحابة فقط قليل والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، والصحابة يقاتلون ويدافعون عن النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم
يقاتل بشدة. في يوم اشتد القتال نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على راحله ودعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم إن تشاء ألا تعبد بعد اليوم، اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. وجلس يدعي الله سبحانه وتعالى ويقاتل، وكان شيبه بن عثمان يقاتل وعيونه على النبي وشافه مو على راحلته، فقام يدور فراغ يبغى منفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فناظر إلى بعمر بن الخطاب على يمينه وأبو بكر على يساره وعلي يقاتل حوله، فلقي إن ما في أحد وراه، فكان شيبه يقاتل ويقرب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار وراه بالضبط، فقال بصوته: اليوم أدرك ثار أبي منك، ورفع سيفه يبغى يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فانصدم إلا بشواظ من نار يرتفع للسماء كان بيحرق وجهه نار من دون دخان. الملائكة نزلت تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، فحط شيبه يديه على عيونه وبدأ يتراجع يرجع للوراء بسرعة. التفت النبي صلى الله عليه وسلم له في نص القتال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا شيبة ادنوا مني. يقول شيبة فدنوت منه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم أذهب عنه الشيطان. قال شيبة: فرفعت إليه بصري ولا هو أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان فيه. يقول فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا شيء قاتل الكفار. يقول تقدمت والله إني لو شفت أبويا اللي قتل في أحد مع المشركين لقتلت ولو كان هذا بيكلفني نفسي. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم قلتم لا غالب لنا شافوا إنهم كثير في ذيك اللحظة فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين اللي معه يقاتلون المشركين، مع أن المشركين 20,000 بس السكينة نزلت عليهم والإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: وأنزل جنودا لم تروها. في هذيك اللحظة بدوا الكفار يسمعون صوت بين السماء والأرض ووصفوه كإمرار الحديد على الطست، وبدوا الكفار يخافون من هذا الصوت وبدأ الخوف يدخل في قلوبهم، حتى إنهم قالوا: كنا إذا قاتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغشيناه بالسيوف صرنا فوق بالسيوف بنقتل، وجدنا وجوه حسنة بيننا وبينه، ناس وجهها حسنة تدعو علينا وتقول شاهت الوجوه، فيتملكنا الخوف ونتراجع. كانت هذه هي الملائكة يقولون فعرفنا إن محمد وإن هذا الرجل مو بعادي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته في وجوه الكفار وهم خايفين، تملكهم الخوف وبدأوا يتراجعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصى من الأرض وبدأ يرمي المشركين، يرميهم بالحصى ويقول: شاهت الوجوه شاهت الوجوه. يقولون ما كان يرمي على أحد حتى امتلى فمه وعيونه تراب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم على المشركين ويرميهم بالحجارة ويقول: انهزموا ورب الكعبة انهزموا ورب الكعبة. أما المجموعة اللي تراجعوا كان أغلبهم يظن أن الجيش كامل تراجع، بس يوم استوعبوا وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك وأن النبي ما تراجع معهم وأن مو الجيش كامل تراجع، تراكضوا ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون: أول ما وصلنا لقينا النبي صلى الله عليه وسلم والأسرى حوله مربطين، نصر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم واللي كان معه، مع أنهم كانوا قليل وكانوا مقابل 20,000 رجل مقاتل من هوازن وثقيل، بس هذه نصرة الله سبحانه وتعالى لنبيه واستجابة لدعوة. فهربوا باقي جيش المشركين للطائف ولا نفعتهم لا أموالهم ولا أهاليهم اللي وراه، ودخلوا في حصون الطائف ومسكوا المسلمين الأسرى من النساء والأطفال وأخذوا الأموال الكاملة لهم. وفي هذيك اللحظة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور لخالد بن الوليد يبغى يطمن على صحته، وجد خالد بن الوليد مجرح وكانت جراحه شديدة جدا، بس كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغى يطمن. فبعد ما اطمن النبي صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد رجع إلى خيمته، بس أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشيبه بن عثمان يدخل وراه، فيقول: كنت أبغى أشوف النبي صلى الله عليه وسلم معلمه بكل شيء. يوم شافه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا شيبة الذي أراد بك الله خيرا مما أردت بنفسك. يقول شيبة: فجلست أحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، وكيف إن كانت نية إني أبغى أقتلك يا رسول الله، وكيف إن ظهر الشيء اللي أمامي هذا النار اللي ما لها دخان حتى، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع له. يوم خلص شيبة قال: يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك. فيقول الله سبحانه وتعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وإلى الآن ما قسمت الغنائم لأن المعركة ما وقفت هنا، فمثل ما كانوا المشركين يبغون يحتلون مكة ويرجعون مكة لهم وتحت حكمهم، الحين انقلبت الآية وصار جيش المسلمين متوجهين للطائف.
إلين هنا وصلنا لنهاية قصة غزوة اليوم، غزوة حنين، الغزوة اللي الحقيقة انصدمت من أحداث وعرفت أن فعلا الكثرة لا تنفع، ما ينفعك من الكثرة هذول والأعداد هذه إلا الناس اللي عندهم عقيدة وعندهم إيمان بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه، والناس اللي قلوبهم قوية في الغثاء هذول ما ينفعونك وينسحبون يتراجعون جالسين يقاتلون لأمر للدنيا. فالله يجعلنا من المؤمنين المتوكلين على الله سبحانه وتعالى ومن الأشخاص اللي ما يخافون في الله لومة لائم. إذا وصلت إلين هنا صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى تروح تتابع باقي السلاسل اللي موجودة على القناة في 3 سلاسل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير، راح توحشوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.